بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد سنين الجفاف التي عشناها في الجنوب الشرقي وفي الشمال الشرقي وفي الشرق لمدة تزيد على 6 سنوات، الله 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 الله، ضربنا هذا الجفاف إلى الدرجة الذي أصبحنا نعيش في منطقة كالصحراء، بحيث الغبار الذي تحدثه الرياح فتتكون في السماء بسببه أمثال ما يسمى بغيوم، لكنها أتربة حمراء، وكلما شاهدتها وشاهدت تساقطها على السكان إلا وتذكرت قوله عليه الصلاة والسلام: في هذه الأمة مسخ وخسف وريح حمراء، ولقد شاهدناها في هذه المنطقة وإنها لتحدث رعبا وروعا في نفوس الناس. أما المرضى بالضيقة وضيق الصدر فلا تسأل عن حالهم في تلك اللحظات، يا الله. هذه واحدة. الثانية: إننا كنا نعاني في سنوات مضت بفعل الجفاف، بنقص في الماء والتزود بالماء إلى الدرجة التي كنا نترقب فيها وصول الماء. واليوم والحمد لله حينما أستيقظ مبكرا ويريد الإنسان أن يتوضأ ثم يضع يده على الصنبور فإذا بالماء ينزل، لا تتصور نعمة الله تعالى وما يستوجب هذا الموقف من شكر لله على أصل النعم كلها، الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. تخيل معي يا أخي، عندك فيلا واسعة بمرافق شاسعة بأثاث في قمة الطرافة واليسر والرياش، لكن ليس هنالك ماء، كيف ستتصور الحياة في هذه الفيلا الفخمة بكل مآثرها وأثرها وأثاثها ورياشها؟ الله أكبر، لا شيء. فالماء إذن هو الحياة برمتها. هذه الثالثة. الرابعة: الله تعالى يقول: خلقنا كل شيء بقدر. عقلهم زيانا لها المسألة، أن هذا الذي خلقه الله كله يتم بأقدار يقدرها الله. فيقول العلماء إن دورة المياه السنوية هي ما معنى هي؟ أي أن كمية الأمطار التي ينزلها الله كل عام في الأرض هي نفسها، لكن المشكلة فاش في توزيعها. فكلما كان التوزيع بحكمة ربانية يصل إلى المناطق الخصبة ويكون بكميات نافعة وليست بكميات كبيرة، كلما أعطت نتائج عظيمة على النفوس، على البهائم، على المنتوج، على كل شيء. كل شيء يدب من جديد، يتحرك من جديد. لكن الله تعالى الذي بيده خزائن الماء إذا أراد سبحانه عز وجل أن ينزل تلك الكمية لكن بغير توازن، فينزل مثلا كمية كبيرة مرة واحدة في مكان واحد، فستكون النتائج كارثية. فقدر الماء الذي ينزله هو، ولكن الله تعالى الذي سبحانه يوزعه، إما أن يوزعه على حسب ما يريد الله تعالى من إضفاء الرخاء على الناس، أو أن يكون عياذا بالله عذابا. وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، قال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض على عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر. لاحظ معي، أبواب السماء تفتح بالماء والأرض تنفجر فيلتقي الماء على أمر قد قدر، وإذا هي بحار تجرف كل شيء وتغرق كل الخلق الذي عصى الله إلا نوح الذي قال: بسم الله مجراها ومرساها. هذا التوزيع في القدر الذي ينزله الله كل عام هو منوط أيضا بتوازن هذا الإنسان في علاقة مع البيئة، مع ربه، مع الناس.
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يسقيهم ماء ولكن غدقا معطاء كريما متوازنا ينفعهم، لكي يكون فتنة واختبارا لهم ليرى الله تعالى ما يصنعون حينما ينعم الله عليهم، أيشكرون أم به يكفرون وبنعمه يجحدون. لماذا كل هذا؟ هذا فقط إن شاء الله تبارك وتعالى تمهيد لهذا الذي يحدث الآن. هذه السماء التي الآن فتحت خزائنها، وإذا بالماء ينزل على 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 غير انتظار من الناس بهذه الكمية، فالعين تشرئب دائما إلى السماء تسأل الله تعالى الماء، لأن بعض المناطق تعيش تصحرا وتعيش قلة وندرة ماء، بحيث يخرج السكان لكي يجتازوا مسافات بعيدة يطلبون فقط ماء لتبليل الريق وللشرب، حتى قال أن المغرب مقبل على ما يسمى بأزمة العطش، أي أنه لا يتم التفكير على مستوى الدولة في قضية سقي الأراضي، ولكن المسألة استعصت إلى الدرجة أن الإنسان أصبح يسأل الله اللطف لكي يجد الماء لكي يشرب هو وأنعامه. يا الله، فإذا بالمولى سبحانه الكريم الرحيم ينزل هذا الخير، فالحمد لله على نعمة إنزال الماء، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. فإن أول الأخبار تشير إلى أن سدودا كانت فارغة، وكان يمكن لو تواصل الجفاف بهذه الوتيرة أن تحدث أزمة كبيرة في تلك المناطق ومناطق أخرى، فالحمد لله أن حقائن السدود تعرف الآن امتلاء وارتواء إلى درجة تثلج الصدر. الحمد لله، لله الحمد والمنة والشكر. هذا من خير هذه التساقطات. ثانيا، لا إله إلا الله، المسألة بإذن الله تعالى هي ما تحدثه هذه الأمطار الطوفانية التي تأتي بغير إنذار مسبق، فتسقط على مدن البيئة فيها مهترئة والبنية التحتية مهترئة، فتحدث كل تلك الفيضانات، فيدخل الماء على السكان وتحدث فزعا ورعبا كبيرا، وهذا يرينا درجة الإهمال التي تعانيها كثير من المدن، بحيث أن قنوات الصرف الصحي في أغلبها لا تستوعب كميات، بل هنالك من هي مخترقة أصلا فلا يجد الماء، هذه المواسير التي بها يصرف خارج المدينة، فإذا بها تدخل إلى بيوت، وقد رأيت في الجنوب الشرقي بعض هذه المدن، ورأيت سقوط بعض هذه المساكن وفرار بعض الناس. لكم الله أيها السكان، لكم الله أيها المتضررون. نسأل الله تعالى سبحانه، وكما كان يقول عليه الصلاة والسلام عند نزول كميات من الأمطار يكون لها وقع خطير على الإنسان، يقول اللهم حوالينا لا علينا. أين المجالس العلمية لكي تصدر إن شاء الله مذكرات تدعو الناس للدعاء بهذا الدعاء؟ اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأودية، على الآكام، على رؤوس الجبال، اللهم حوالينا لا علينا، كما علمنا رسول علمنا الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل وقال لقد هلكنا يا رسول الله، ها جفاف، فدعا له، وفي الجمعة الأخرى عاد ليقول يا رسول الله الماء كثير، الضرر كثير، فرفع يديه على المنبر فقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم صرفها إلى مكان بعيد لا تكون فيها ضرر. وهكذا انجلت السماء وانقشعت السحب وذهبت الأمطار إلى الجبال والأودية حيث تتجمع المياه، بعيدا عن أن تصيب الناس في أموالهم وممتلكاتهم وأرواحهم.
لماذا لا يكون هذا الدعاء إن شاء الله يتعلمه الناس، يدعون به؟ من يعلم الناس هذه الأمور؟ فنحن لم نخلق أبدا عبثا ولا سدا، ولكن الله أعطانا الحل لكل تلك الأزمات، فالله هو الذي يعطي الماء ويعطيه بقدر ويوزعه كيف يشاء، فنسأل الله أن يوزعه بالطريقة التي لا تؤذي الناس، التي لا. يا الله، والله إن هنالك غربة حقيقية. فهنالك إذن فيضانات في الجنوب الشرقي، في زغورة، في تنغير، في طاطا، ومن قبلها في 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 بن ملال، وفي يعني مدن كثيرة، والآن بعرفة، وفي جيج، ومناطق كثيرة جدا جدا جدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالأمطار إذن غزيرة ونزلت بكميات كبيرة، فأدت ليس فقط في المدينة، في البادية، إلى إحياء الجريان في وديان كنا نحسبها أنها ماتت إلى الأبد، ولكن الماء كما يقال يعرف طريقه كلما جاء. ولقد وقع هذا مرارا وتكرارا حتى يتذكر الناس أنهم ينبغي أن يكونوا دائما على أهبة لكي يواجهوا مثل هذه الحالات. هذه الأولى، فيضانات. ثانيا، نقف بخشوع أمام الخسائر في الأرواح والتي بلغت لحد الساعة. يعني كنت قرأت يعني بعض هذه الإحصائيات. على كل حال، هي أرواح عزيزة استشهدت بفعل هذه المياه الغزيرة، فإن الذي يموت غرقا فهو شهيد. فأسأل الله يتقبلهم في عداد الشهداء، وعظم الله أجر جميع المصابين، عظم الله أجركم يا من أصبتم في عزيز عندكم أو قريب عندكم أو من ذوي الأرحام عندكم أو جاركم، فمصابكم مصاب المغاربة أجمعين، فعظم الله أجركم وتقبلهم شهداء بإذن الله تبارك وتعالى. ثالثا، هنالك خسائر في الممتلكات، بحيث أن هنالك بعض القرى كانت الشلالات تنساب بقوة على بيوتهم. الله أكبر، في أول مرة اضطرتهم لكي يخرجوا بعيدا ويذهبوا إلى الجبال وإلى الأماكن التي يرون أن السلامة في التوجه إليها. والله إن الأمر بقدر ما يثلج ويفرح لنزول هذه الأمطار بعد شوق طويل لكي نرى الماء ينزل من السماء بهذا القدر، فإننا نتألم لمصابي إخواننا في أرواحهم، في ممتلكاتهم، في فلاحاتهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الثالثة، وجه إن شاء الله هذه الكلمة واسمحوا لي، وأنا لست أبدا في موقعي من ينصح الناس، فأنا أكثر الناس احتياجا للنصح. فإنني لاحظت أن ثمة تهور عند بعض السائقين للشاحنات والجرارات ولهذه السيارات الكبيرة. والله كنت أنظر إلى بعضهم كيف يغامر بحياته وحياة من يحملهم، وهو يرى أن الواد قد جرف كل شيء، ثم على الطريق. فالإنسان لا يستطيع أن يتخيل قوة ذلك الماء وما يجرفه من أحجار. وهذا الذي أراه اليوم ورأيته، عشته أنا في تلك المنطقة الجنوب الشرقي ما بين الراشدية وبين بعنان. هنالك حينما جاءت هذه الأمطار الطوفانية، اضطرتنا أن نبقى هنالك معزولين ليلة بأكملها، وسيارتنا لما جازفنا وظننا أننا يمكن لنا أن نجتازها بسلام، فإذا بها تبقى هناك ونظل هناك مقطوعين عن العالم. فلا ينبغي للإنسان أن يغامر بحياته ولا بحياة الآخرين. الروح عزيزة سيدي، الله يجزيكم بخير، لا تستعجلوا فالعجلة من الشيطان. رسالتي لهؤلاء السائقين أن لا يغامروا وأن يستمعوا إلى النشرات
وأن ينضبطوا بالنصائح. فإني رأيت جرارا يحمل الناس سقط ومن معه في الماء، ورأيت شاحنة كبيرة ورأيت. ولذلك أنا بإذن الله أقول اتقوا الله تعالى في أنفسكم، استشعروا أمانة الحفاظ على أرواحكم وأرواح من استأمنوكم لكي توصلوهم إلى الغاية والهدف الذي من أجله خرجوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرابعة، نثمن تدخل يعني القوات المساعدة في بعض المناطق، رأيتهم كيف يقومون بمساعدة النساء والأطفال والشيوخ وإخراجهم من المياه المتدفقة على البيوت. يا الله. ولكن أيضا نود بإذن الله من هذه المصالح أن تكثف من مجهوداتها لكي تقوم باللازم في هذا الوقت، فتتضافر الجهود ويقع التكافل والتعاون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولتحويلهم إلى أماكن يجدون فيها على الأقل بعض الراحة، قبل الحديث عن مسألة كيف سيعوض هؤلاء وهل هنالك من يعوضهم أو يقدم لهم الدعم، وخاصة في مناطق ضربها الزلزال من قبل ولا زال بعضهم لحد الآن لم تسوى وضعيته ولم يحصل على سكنه. والله إن الأمر يحزن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى أمر أخير وليس آخر، وهو ندعو الله تعالى سبحانه عز وجل فنقول لا إله إلا الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. نسألك اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم ماء زلالا تنزله رحمة منك على العباد والبلاد، فتحيي الأرض وتنبت الزرع وتدر الضرع، ويكون إن شاء الله سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم حوالينا لا علينا، والمناطق التي تحتاج إلى الماء اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. يا رب يا رب يا رب ارحم شهداء هذه الفيضانات، يا رب تقبلهم عندك في المنزل العالي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يا رب عظم أجور المصابين في أحبابهم، يا رب عوض إخواننا الذين تضررت مساكنهم وضاعت ممتلكاتهم. اللهم يا رب حرك الرحمة في قلوب الأغنياء ليعودوا بفضول خيراتهم على الفقراء، وأن يحرك السلطات التي حملها الله أمانة تحمل مسؤولية هؤلاء أن يقوموا بالواجب هذا الوقت، واجب هذا الوقت. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والله سبحانه عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين.